اهلا وسهلا فيكم. زي ما انتم شايفين، هاي هي القطعه اللي حكيت عنها انا. هي عباره عن فيشه كهرباء او عظمه عاديه. هاي عندي الضوئين اخضر واحمر، وهي عندي كبسه الزر. طبعا هي مش مبينه كتير داخليه، لانها ممكن تعملها انت خارجيه وتجرب من خلالها. كل اللي عليك تعمله شوف اي مقبس كهربائي. مثلا هي يعني هذا المقبس، تحط زي ما انتم شايفين، بس تحط القطعه هاي او الفيشة هاي فيه. هنا انا عكس الضوء، طبعا ضوء الضوء الاخضر معناها ان هذا الخطوة الفاز وهذا هو النول، مشبوكين صح بصورة صحيحة وبدون اي مشاكل. لو ضوء الاحمر بدل الاخضر هذا معناها انه معكوسين، معناها هذا هو الفاز وهذا هو النول. تمام، هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية عندنا تجريب اللي هو الفصل والوصل. عشان تجربه اذا بتفصل وبتوصل ولا لا، لازم نكبس على المفتاح الصغير اللي هنا. زي ما حكينا، المفتاح اللي حيعمله انه حيوصل بين الفازة والارضي من خلال المقاومة، فحيمرر ما بقيمة اعلى من 30 او اعلى من 50 ملي امبير حسب شو الحسبة اللي حسبناها. الموضوع جدا بسيط، كل اللي بيلزم عشان نعمله هو فقط يعني زي خلينا نحكي مفتاح او اي شيء نضغط فيه على العنصر نفسه. خليني مثلا هاي عندي إبرة أو قلم، لو جيت ضغطت أنا، لاحظوا الضوء الأحمر اللي ورا هذا حيفصل لما ينزل الأمان. فلو جيت ضغطت أنا هنا على المفتاح، زي ما انت شايفين طفى الضوء الأحمر الخاص بالعظمة هاي أو بالموزع تبع الكهرباء، وطفى الضوء الموجود في الوصلة نفسها لأنه فصل الكهرباء عن المكان. هذا بيعني انه خط الارض شغال عندي بدون اي مشاكل. بامكانك تعملها في البيت زي ما شرحت في فيديو منفصل، بامكانكم تشوفوه. طبعا هاي الهدف الرئيسي منها فحص توصيل الفاز والنول صحيح ولا خاطئ، بالاضافه لفحص تأريض الشبكه عندك في البيت. كان معكم اشرف مدهون من فريق الهندسه التعليميه، وما تنسوا تشتركوا في القناه. يعطيكم الف عافيه.